بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وصلنا إلى آخر الأشياء، وهي عبارة عن موديفي أو لو شوا كوت موديفي أمبلويي. فقط سنطلب من المستعمل إدخال رقم الموظف الذي يريد أن يقوم بتغييره، ثم سنطلب المعطيات الجديدة، ثم سنقوم بتغيير الخواص، وبالتالي سنستفيد من الكود البرمجي الخاص ب شيرشي أو البحث على موظف. إذا هنا أحبائي الكرام، نيميرو ريد نمبر جيف دو ريفرنس اوف امبلوي تو شيرش تو موديفاي. سنقوم بالبحث على موقعه داخل ليست، إذا كان يساوي ناقص واحد فإنه غير موجود، أما إذا كان سنقوم بتغيير الخواص، وبالتالي سننقل هذا الكود البرمجي. بسم الله، كونترول سي. هنا سنذهب إلى الكود البرمجي خامسا، ثم هنا كنترول في. إذا سنقول له give the reference of employee to modify لتغييره. modify ولا بوز شيرشي، سنقوم بالبحث على موقع هذا الموظف، إذا كان يساوي ناقص واحد نيكزيست با أو لا يوجد، إذا وجد سنطلب المعطيات الجديدة. إذا سنطلب المعطيات الجديدة من رقم ثم اسم ثم إلى غير ذلك إلى السن. إذا هنا أحبائي كان سنقوم بطلب جميع المعطيات، كنترول سي. هنا كنترول في أحبائي الكرام. إذا give the reference the new reference الرقم الجديد سنقرأه، وعلى هنا give the name the new name، وعلى سنقرأ ثم give the new age، ولا ثم سنقوم بتبديل الخواص. هنا سنستعمل set، هنا عندي لأنني أتوفر في الكلاس employee على دالة اسمها set age. إذا سأنقل هذه الكود، هذا الكودات فقط لكي لا أذهب وأقوم بالذهاب والإياب، كنترول سي. سأقوم بمحو هذه الأشياء، فوالا. إذا هنا أحبائي سأحتفظ بهذه الدول. إذا لاحظ عندي الدالة الأولى لكي لا أقوم بست، هنا لاحظ كنترول سي كنترول في، وهناك الفالور الجديدة. فوالا، إذا هنا الفال الثانية أحبائي الكرام، كنترول سي، هنا كنترول في، ثم الفال set كنترول سي، ثم هنا كنترول في، فقط لكي لا اذهب وانقل الكودات البرمجيه. اذا انا ساقوم ب نعم. اذا لاحظ list employee بوز، احتفظ بهذا الكود، كنترول سي، ثم هناك كنترول في نقطه، ثم كنترول في نقطه، نعم، ثم تغيير الخواص. إذا هنا سأجلب الرقم الجديد، الرقم الجديد كان عبارة عن نيم، إذا سأعوضه بنيم. هنا سأعوضه بالاسم الجديد، لاحظ، ثم هنا سأعوضه بالآج الجديد، بالسن الجديد، نعم. الحمد لله. إذا هنا لا داعي لنقطتين، لا داعي لنقطتين. إذا لأجرب الكود البرمجي إن شاء الله، يا بسم الله على بركة الله. إذا لنجرب، إذا سندخل موظف، لاحظ سندخل موظف جديد، نعم، رقمه واحد، اسمه مات محمد، ثم سنه 43 سنة. إذا سنضغط على الزر خمسة لتغيير الخواص، خمسة. إذا سيقول give the reference or prompt to modify، إذا الريفرنس هو رقم واحد، سيقول اعطي new reference، سأحتفظ بنفس الرقم، أما الاسم new name اسم محمد، فوالا محمد، نعم، فوالا. ثم السن الجديد 21 سنة. إذا لأتأكد أضغط على الزر اثنان، اثنان لجرد مختلف موظفين. اذا الزر اثنان، لاحظ واحد محمد 21، ولكن لكي تروا النتيجة بأعينكم سأضيف مثلا موظف آخر رقمه اثنان، اسمه فاطمة. اذا لتتأكد المعطيات القديمة ثم المعطيات 43 سنة. اذا سأقوم بجرد مختلف الموظفين التي أتوفر عليها، اثنان.
إذا لاحظ الموظفين الذين سأوفر عليهم هو واحد محمد، 21، 2 فاطمة، 43. سأغير من فاطمة إلى فاطمة الزهراء، وبالتالي سأضغط على الزر رقم 5 للتغيير. سيقول لي ريفرنس الجديد 12، give do your shows 5، أعتقد 5 أحبائي الكرام، أريد أن أقوم بتغيير الخواص. give the reference of employee to modify. إذا إذا أدخلت، إذا فاطمة الزهراء ما رقمها؟ إذا رقم فاطمة الزهراء هو 2، إذا لاحظ 2، give the reference to modify، رقم الجديد هو 2، ولكن الاسم ستصبح فاطمة الزهراء، ولا أما السن 21 سنة مثلا. قم إذا سأتأكد من أنني فاطمة استبدلت إلى فاطمة الزهراء، سأضغط على الزر 2، إذا سأضغط على الزر 2 سأذهب. إذا لاحظ 1 محمد 21 وثانيا فاطمة الزهراء. إذا الحمد لله قمنا بإتمام المشروع الصغير ميني بروجيكت الخاص بتدبير الموظفين انطلاقا من تدبير الموظفين عن طريق ليست. شكرا وإلى اللقاء.